السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 3 من سلسلة تمارين درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى. إذا التمرين يقول حدد من بين الأزواج الآتية التي تحقق المعادلة. إذا عندنا معادلة مستقيم وعندنا مجموعة من أزواج النقط. إذا الزوج يعني أفصل وأرسوب نقطة. إذا لكي الزوج ينتمي أي يحقق المعادلة، يعني خصني نشوف هاد النقط هذه للأزواج ديالها معطية هنا، واش كتنتمي أو لا تنتمي إلى المستقيم المعرف بهذه المعادلة هذه. إذن شنو غادي نديرو؟ غنعوض إكس وإيكغيك القيم ديال أي بإحداثيتها النقط. إذن غنبداو بالنقطة الأولى، الإحداثيات ديالها 5 ناقص 1 على 2، يعني خصني نعوض إكس بخمسة و y بناقص 1 الى 2 ونشوف واش المعادله محققه او لا. اذا غناخذ 3، اذا x هي 5، اذا غنعوضها ب 5 ناقص y هي هو الارسوب، يعني ناقص 1 الى 2 زائد 2. هنا ما خصنيش ندير تساوي 0، لان الا كانت محققه غنلقاها كتساوي 0، الا كانت غير محققه غنلقاها كتساوي عدد آخر، يعني خص الطرف الأول ديال المعادلة يساوي لنا الطرف الثاني. إذا غادي نحسب، إذا 3 في 5 راهي 15، ناقص ناقص إذا هي زائد 1 على 2 زائد 2، إذا تساوي، إذا 15 زائد 2 هي 17 زائد 1 على 2. إذا كنوحدو المقامات، إذا المقام واحد هو 2، إذا 17 نضربها في 2 يعني 34 على 2 زائد 1 على 2 أي 35 على 2. إذا كتخالف الطرف الثاني، يعني كتخالف 0، وبالتالي الزوج لا يحقق المعادلة. إذا الزوج 5 ناقص 1 على 2 لا يحقق هذه المعادلة. نشوفوا الحالة الثانية، 0 ناقص 2، إذا كنعوضوا إكس بصفر، إذا 3 في 0 ناقص إيكغيك، إذا إيكغيك كنعوضوها بناقص 2، إذا ناقص ناقص 2 زائد 2 تساوي 3 في 0 هي 0، ناقص ناقص يعني هي 2 زائد 2 تساوي 4. إذا كذلك تخالف الصفر، يعني أن الزوج 0 ناقص 2 لا يحقق المعادلة، يعني ليس حلا لهذه المعادلة. نشوفوا إذا دابا الحالة الثالثة، إذا عندنا الزوج 1 على 2 3، إذا 3 إكس كنعوضها بالأفصول يعني هو 1 على 2 ويجريك كنعوضوها بثلاثة، إذا ناقص 3 زائد 2 تساوي، إذا 3 في 1 على 2 هي 3 على 2 ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 1، إذا هي 3 على 2 ناقص، إذا كنوحدو المقامات اللي هي 2 على 2، إذا 1 على 2 تخالف الصفر. إذا كذلك 1 على 2 3، الزوج 1 على 2 3 لا يحقق المعادلة، يعني ليس حلا لهذه المعادلة. الآن 2 8، إذا 3 إكس غادي نعوضها بالأفصول اللي هو 2 ناقص ويكري كنعوضها ب 8، إذا 6، إذا كنبداو الأسبقية دائما للضرب، إذا 3 في 2 6، 6 ناقص 8 زائد 2، إذا 6 زائد 2 هي 8، 8 ناقص 8 تساوي 0، إذا هنا لقينا عوضنا الطرف الأول ولقيناه كيساوي لنا 0، يعني الزوج 2 8 يحقق المعادلة، يعني حلا لهذه المعادلة. الآن النقطة الموالية، ناقص 2 على 3 0، إذا 3 إكس غادي نعوضها بالأفصول اللي هو ناقص 2 على 3
ناقص واجريك هتعوضها بصفر، اذا ناقص صفر زائد اثنان تساوي، اذا هنا كنختزل بثلاثة كيبقى لنا ناقص اثنان ناقص صفر بشاز زائد اثنان، اذا ناقص اثنان زائد اثنان تساوي صفر، اذا كذلك ناقص جوج على ثلاثة صفر حل لهذه المعادلة. نشوفوا آخر حالة اللي هي السادسة، إذا معادلة إذا كنعوضو إكس بستة وإيكريك بستة، إذا ثلاثة بستة ناقص ستة زائد اثنان تساوي، إذا ثلاثة في ستة راهي 18 ناقص ستة زائد جوج ناقص ستة زائد اثنان، إذا 18 ناقص ستة تساوي 12 زائد جوج تساوي 14، يعني تخالف الصفر، إذن الزوج السادسة لا يحقق المعادلة.